ورجعنا لكم تاني احلى ناس في العالم. واحنا الايام دي بنعيش ايام سعيده جدا. ليه؟ لان احنا بنحتفل بنشاه علم المصريات واكتشاف حجر رشيد. والدوله صراحه الايام اللي فاتت دي كانت عامله بروجرام خطير وحلو جدا. كان في يوم 27 سبتمبر اللي فات كانوا فاتحين المتاحف كلها ان المصريين يدخلوها ببلاش. ودي حاجه كانت صراحه لفته جميله جدا من الدوله، والناس كلها كانت بتتصور في المتاحف وبتفتخر بحضارتنا العظيمه والعريقه. صح يا مروه؟ صح يا عمرو. والله مصر حلوه وفيها حاجات حلوه وفيها اكل حلو. هو نسي يعني يقول لنا النهارده احنا هناكل ايه. احنا النهارده يا جماعه هنعمل فراخ مشويه. الفرخه بتاعتي المشويه. أيوه. معانا لسه يعني حاجات كتير، بس معانا ضيفه مهمه جدا بتحب الصور وبتحب الاماكن السياحيه الجميله اللي دايما بتحطها عندها على السوشيال ميديا عشان كل المصريين طبعا يكتشفوا الاماكن الحلوه دي. خلونا نرحب بضيفتي اللي منوراني، هنا ياسين، بلوجر متخصصه في السياحه. اهلا بيكي ومنوراني. اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله. مكسره الدنيا انت. انا مبسوطه ان انا معاكي. واحنا مبسوطين أكتر. جدا انت معانا. والنهارده هنا فعلا مروه قالت ان انا نسيت الاكل، فالوطنيه بس كانت. أيوة، كان في دوز وطنيه كده كانت طفحه كده عليا. بس النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل فراخ مشويه بنفس الطريقه اللي بيعملوها بيها بره، بس الطريقه سهله جدا في البيت. وكمان هنعمل معاها، هنقدم رز بالبسله والجزر. تحبوا البسله والجزر؟ او احبها طبعا. تحب البسله والجزر؟ هو حلو برضو ان انت بتقدم فرخه من غير خضار، بس انت بتدخل بقى. انت بتحب البسله والجزر؟ بحب اي اكل يا عمرو انت بتعمله. انا بقول لك اهو بحب اي اكل جدا. اي اكل. عايز اقول لك هم بيخافوا دلوقتي يسيبوني جنب عمرو. أيوة. خلاص بقينا نصور، بقيت انا ايه محطوطه هنا بعيد. متحفزين عليا في الكرسي ده. انا خدت بالي ان انت قلتي الفرخه بتاعتي. يعني ايه الموضوع؟ هي ده. الفرخه بتاعتي انا هعملها واكلها النهارده. انت هتعمليها؟ ده انا اللي هعملها. هتعملها لي وهاكلها في الاخر. انا ماليش دعوه مين اللي هيعملها، المهم انها هتتاكل. طب مش هناكل الضيفه؟ لا انا كريمه هاكلها. ماشي عادي كده. انا كريمه برضو. انا واخد بالي يعني. رند انت ايه؟ انت عادتي بقيه المذيعين. انا كان عندي مذيعه واحده نرجسيه. بقوا كلهم؟ لا في الاكل بس. اوكي في الاكل بس عشان اكلاتك حلوه. انت في الامان عشان اكلاتك حلوه. ثبتتني. ايوه في ثانيه عشان اخد الفرخه واجري. طيب يا هنا تعالي نقول لك دلوقتي المكونات بتاعت الفرخه. وطبعا هسالك اسئله كتير النهارده، وبس بعد ما نقول كل المكونات بتاعه طريقه الفراخ المشويه اللي على طريقتي النهارده. ماشي. عباره عن ايه بقى؟ محتاجين طبعا فرخه كامله، وقرع عسل متقطع مكعبات، جزر، ليمون اضاليا، بصل احمر متقطع 4 ارباع، بابريكا، ملح وفلفل، زيت زيتون، زبده متقطعه شرايح رفيعه، زعتر فريش، وريحان فريش. سهله. مكونات كلها جميله وسهله. مكونات في البيت وموجوده كلها في البيت عندنا. بالظبط. فهنعمل ايه؟ اول حاجه انا محتاج ان انا دي الصينيه اللي هعمل فيها الفراخ بعدين، بس محتاج اعمل التتبيله بتاعه الفراخ نفسها. اهو اجيب معلقه او مضرب. ماشي. وهجيب الريحان والزعتر عشان التتبيله دي اتبل بيها الفراخ واتبل بيها الخضار. تتبيله سهله جدا، هي مجرد اعشاب عطريه ومعاهم ملح شويه حلوين وفلفل وبابريكا وزيت زيتون. ممكن بقى تسالي هنا عبال ما انا اقلب التتبيله دي. ازيك يا هنا؟ ازيك؟ عامله ايه؟ كله تمام. احكي لي كده في يعني في البدايه، عندك انت فكره جات لك ازاي ان انت توثقي كل الاماكن اللي انت بتروحيها، وخصوصا ان هي اماكن سياحيه جميله وفي ناس مصريين قاعدين فعلا في البلد هنا وما يعرفوش الاماكن دي؟ دي حقيقه، في ناس كتير جدا ما تعرفش اصلا مصر، يعني الخريطه نفسها ازاي بشكل صح، ما تعرفش مصر. دي حقيقه. يعني مثلا مكان مدينه زي سيوه، في ناس ما تعرفش هي فين في مصر، بيفتكروها مثلا في سينا، يعني عشان سيوه وسينا قريبه من بعض كتير. بتسال السؤال ده. ففي ناس كتير ما تعرفش الاماكن فعلا، وما تعرفش الخريطه بشكل صحيح. فانا كنت بسافر، فالناس بدات تسالني كتير. كل ما انزل ستوري على السوشيال ميديا عادي على الاكونت بتاعي الاقي ناس بتسالني، فقلت ممكن اكتب بوست اجمع فيه بقى كل التجربه بتاعتي بدل ما ارد على حد يعني في كل سفريه بقيتي تنزلي المكان بالظبط، وابتدى يجي لك تعليقات كتير عليه عشان كل الناس تعرف الاماكن الحلوه دي. بالظبط. حد ما بقى فيه بقى ناس كتير جدا بتتابع وناس كتير بقت مهتمه، فبدات ان انا اخد خطوه الفيديوز، مثلا اعمل فيديو والخص فيه بحيث الناس يعني اكبر قدر من الناس يستفيد. فبدات ان انا اعمل فيديوز عن الاماكن بحيث الناس تعيش معايا وتشوف المكان بقى بجماله مش صور بس يعني. وانا كمان عايزه اعيش معاكي. انا عايزه بقى خريطه حلوه كده لمصر
تقولي لنا ايه اكتر الاماكن اللي لفتت نظرك واللي انت حبيتي فعلا الاماكن دي جدا وخدت اقبال كبير جدا من الناس اللي عندك؟ طب انا قبل ما هي تفكر في الرد انا اقول لكم انا عملت ايه بسرعه. ماشي انا اكيد عندك اماكن كتير جدا. بالظبط انا سبت لك شفتي انقذتك خمسه كده احنا متعاونين على فكره. ايوه جدا. فعملت ايه دلوقتي؟ انا تبلت عملت التتبيله كلها جهزتها على جنب هنا اهو وسبتها ضربتهم بالمضرب كل المكونات اللي قلت لكم عليها. ودلوقتي جبت صينيه بتدخل الفرن وهحط فيها قرع العسل والجزر او اي خضار بقى عندكم في البيت، مش لازم القرع والجزر، بس القرع مفيد جدا ولذيذ وطعمه مختلف ومش بيستخدم كتير عندنا في مصر، فنستغله شويه يا جماعه، نستغل القرع ده. فدلوقتي رصيت كل الخضار، هنزل عليهم شويه صغيرين كمان من التتبيله، وطبعا الفراخ وهي بتتبل برده هينزل عليهم برضو تتبيلة. ماشي بتحبي بقى قرع العسل هنا ولا مالكش فيه قوي؟ لا بحبه مؤخرا انا كمان. انا تعرف انا لسه بساله عن طعمه دلوقتي بيقول ان هو حلو. انا دقته وانا كبيره كده يجنن. ماشي وكده حطينا التتبيلة على الخضار. بالظبط ادي الفرخه اهو وهحط جوه الفرخه دي ليمونه. ماشي شكلك جعانه هنا وعماله تبص للاكل زي بالظبط زيك اهو كده اهو احطها من جواها. وكمان هجيب الزبده دي وهعمل ايه؟ هاخدها كده بالراحه وهدخلها بين الجلد وبين اللحم. ليه بقى؟ ده هيطريها جدا ويخلي طعمها الجلد مقرمش بسهوله تدخل جوه. بالظبط ويخلي الجلد مقرمش ويجنن. ماشي كده احنا معاكي برضو يا هنا وانت عماله تفكري في الاماكن الحلوه اللي كل الناس تجهز نفسها عشان تطلع الاماكن دي. يلا يلا جاتي صح؟ مش مخليني اعرف. انت مركزه مع الوصفه شكلك عايز تعمليها النهارده. انا ببص لها الاقيها عينيها هنا عايزه اقول لها عينيكي فين يا هنا ده الاكل بتاعي على فكره. بفكر يعني تمام معاكم. طب قولي لنا ايه اكتر الاماكن الحلوه اللي موجوده في مصر؟ بص مش هنقول اكتر الاماكن الحلوه لان كل مكان ليه جماله. صح. مش هقدر ان انا اظلم مكان عن مكان. صح. بس انا ممكن اقول مؤخرا الاماكن اللي بدات تجذب الناس اكتر او الناس بيسالوا عليها اكتر. طبعا واحد سيوة بدات الاسئله كتير جدا عليها خصوصا الرحلات العلاجيه اللي بتبقى في سيوة الدفن بالرمل في الصيف. في ناس كتير بدات تسال عنه بدات تفهم ايه ده او بداوا يعني الاسئله كترت عليه قوي. احنا شايفين دلوقتي الصور دي كلها اللي بتشرح عنها في التلفزيون. الصوره دي انا كنت في المقطع في دير اسمه دير سمعين الخراز. وفي حد ايطالي جه قعد في مصر وعجبه المكان فقرر ان هو يعمل مكان العاب كده بسيط يعني للهاي روبس. فكانت فكره حلوه ومش موجوده يعني. ناس كتير ما تعرفش يعني وكل الناس عارفه الدير ده للعباده بس والصلاه بس. هو اثري وفي نفس الوقت في بقى منطقه العاب جديد عملوا الانشطه الحلوه موجود بقى له سنين. بصي احنا دلوقتي طبعا المعيشه بقت صعبه وفي ناس بيسيبوا الخروج والفسح والحاجات الترفيهيه بيسيبوها للاخر وظروف الحياه بقت تخلي الناس مش قادره ان هي مثلا ايه تخرج اماكن مثلا تصرف فيها فلوس كتير. قولي لي ايه اكتر الاماكن اللي لفتت نظرك اللي انت لاحظتي فيها ان هي ما فيهاش دفع فلوس كتير او المصاريف بتاعتها بتبقى قليله شويه؟ اول مكان طبعا دوله لسه عاملاه جديد ممشى اهل مصر. جميل جميل جدا طبعاً. ومناسب للعائلات ومش اي حد بيدخل في الممشى يعني مؤمن جدا. بيدخلوا عائلات. فلما رحت اتبسطت بشكله الحضاري جميل جدا والناس هناك بتبقى مبسوطه وفي نفس الوقت مش مكلف. هو يعني في مكان ببلاش وفي مكان لتحت لو هتنزلي تحت اكتر عن النيل يبقى الدخول ب 20 جنيه بس يعني حاجه بسيطه جدا خالص. طبعا احنا دلوقتي هنشوف صوره تانية من الصور سيوة. دي في سيوة طبعا جميله طبعا انا نزلتها البحيره بتاعت الملح دي خطيره بتخليكي تطفو فوق الميه دي جميله. انا ما اعرفش نسبه الملوحه عاليه فيها جدا فبتخلي الجسم يطفو ما فيش حد بيغرق فيها الصراحه. سيوة من الاماكن في مصر اللي حقيقي اندر ريتد او مش واخده حقها لان هي كمان بيسموها الايه المفقوده حاجه المفقوده الكنز المفقود الكنز المفقود او حاجه زي كده. لان كمان سيوة عندها على فكره اكل مختلف تماما عن الاكل بتاعنا في القاهره او عن دي معلومة جميع محافظات حاجه زي نسبه الاكل يعني. برنامج اونلاين عن سيوة ايه الاكلات اللي مشهورين بيها؟ في حاجه اسمها تاجلانتيني في حاجه اسمها مش فاكر الاسماء كلها بالامازيغ. طب خلينا في اول اسم اسمها ايه بس تاجلانتيني. طب عباره عن ايه بقى؟ في بصي في حاجات كمان عامله زي العصيده وبتحط فيها زيت زيتون بتتغمس في زيت زيتون. هم مشهورين بزيت زيتون ومشهورين جدا بالتمر. الاثنين دول عندهم حاجه. طب نبقى نعملها برده في مره كده اعمل لكم حاجات سيوي. في ملوخيه سيوي اسمها مخمخه وفي مكرونه اسمها الجاريه.
جارية. طب حلو دي حاجات دي بسيطة احنا ممكن نعملها في مرة مغربية هنعمل لكم الحاجات دي. في حاجات هم عشان بص أمازيغ متأثرين مش أمازيغ. متأثرين هو الأمازيغ على طول البحر المتوسط الجزائر من فوق والمغرب. الجزائر المغرب تونس والأمازيغ بتوع مصر هم السيويين هم مش بيقول على نفسهم بدو هم بيقول على نفسهم أمازيغ فالأمازيغ كمان هم عندهم لغة بتتكتب وبتتقري بس هم مش بيكتبوها دلوقتي لان هم فقدوا موضوع الكتابه ده الاجيال الجديده ما بقتش بتكتبها بس بيتكلموها كلهم يعني لما كانوا بيتكلموا مع بعض كانوا بيتكلموا امازيغي في العربيه اللي كانوا بيقولوا